نعمل تحدي البرتقال، انت توقف عمالة تاكل في البرتقال. البرتقال اهو، ده كان قفص زمان شايفين كده، وغسلنا شوية منه كتير. وهنعمل بقى تحدي مع جنة وتوتة، يلا بينا احنا مستعدين؟ عملناها قبل كده على فكرة، اللي فاكر كان معانا من الأول فاكر إن احنا عملناها قبل كده. خليكم بقى معانا ويلا بقى عشان دي هنا. يلا شيلوا ايديكم قصاد بعض، شيلها يا جنة. انا احطها هنا كده بس بس بس، حلو كده. يلا بقى افرشوا تيل. اجري تيل، شاطرين، برافو عليكم. طب انا كده شلنا مش شلنا اصلا، شاطرين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده احنا عاملين معاكم تحدي البرتقال، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. يلا بينا نبدا. كل واحد يا جماعه 50 برتقاله، هنبدا نقطعهم ونحطهم. ماشي، بصوا يا جماعه، كل واحد من جنة وتوتا له 50 برتقانه، يعني يختار 50 برتقانه يقطعها ويحطها في قلب الطبق اللي قدامه. وانا يا جماعه ده التحدي لسه ما بدا. احمد بيسلم عليكم وداخل معاهم التحدي. بس لو ما قدرتش، لو ما قدرتش هنسحب. ماشي، ما قلناش بقى الجايزه هتبقى ايه. هي توتا 200 جنيه. لا الجايزه هقول لكم انا، لا الجايزه يا جماعه هجيب له برطمان نوتيلا. مستعدين؟ قطعنا البرتقال زي ما انتم شايفين كده حلقات، وكل واحد خد 50 برتقانه. واول ما نقول ابدا تبدا احمد يخش معاهم التحدي. انا 30 برتقانه. ابدا ما نشوف مين هيخلص الاول ومين اللي هياخد برطمان النوتيلا. لا بص هجيب لكم الصينيه، ابداوا بس وانا هجيب لكم الصينيه. ابدا يا جنة بسرعه. توتا احسن، شاطره يا توتا، برافو عليك. توتا عصرت برتقانه ونص. خلاص. ايوه كده، احذف في قلب الصينيه. وجنة لسه في اول برتقانه، شاطره يا جنة، برافو عليكي. جنة شكلها هتخسر. اللي هيكسب هياخد برطمان النوتيلا، اللي هيخسر هيبقى عنده عقاب. اوكي، احنا مش عارفين العقاب ايه اكتر. ماما هقول التاني يحكم عليه بعقاب. ماشي يلا يا احمد. احمد بيسلم. التاني ياخد ليمونه بايشو. طب بس يلا انت اقفل عشان تفوز بسرعه. لحسن انت اللي تكسب. انت لسه في اول برتقال، تقولي ايدي وجعتني. توتا احسن يا توتا، توتا عملت قد ايه؟ وجنة يا بنتي يا جنة الجدعانة. اعمل ايدي وجعاني. ايدك وجعاك ايه بس؟ يلا يا توتا. ايدي وجعاني. ده انتوا لسه قدامكم 50 برتقالة ما كملتوش 10. شاطر يا حمودي، برافو عليك. احمد عمل نص واحدة، نص قشرة برتقالة. حتى كده. عليك يا توتا. توتا يا جماعة خلصت. مش خلصت، قربت. بص عملت قشرة قد ايه، شاطرة يا توتا، برافو عليك. بالراحة بالراحة وتقلوها على الأرض كده كده يا ماما. الشوشة شاطرة ماما. ماما كده ارمي بقى. لا انا عملت قد ايه انا وتوتا. انا عندي حل يا جماعة، انت تاكليهم وتريحي نفسك. اقعد ايه؟ تاكليهم عشان ما تخسريش التحدي. بصوا يا جماعة، أحلى حاجة في التحديات إن أنا بضحك على جنة وتوتا ويخلوهم يعصروا لي البرتقال أو يقطفوا لي البسلة، يفرطوا البسله يفرطوا البسله. فانا بضحك عليكم بقى في التحديات دي. لو مفيش تحدي مش هتعملوا لي البرتقال، صح؟ اه ده اكيد يعني. بس يا جماعه انا بقى بعمل بسرعه عشان متعود، عشان بعصر لهم. يا جماعه اخيرا اخيرا عملت حاجه. بصوا شويه بتوع قد ايه، ولسه فاضل لها برتقال قد ايه. وانا فاضل لي يا جماعه، وانت فاضل لها يعني. وانا لتاني مره اهو قربت املاه. ويا جماعه ماما بتعمل معايا. يلا يا جنة بالروح، فضي من الناحيه الثانيه، بتفضي كده غلط. ايوه كده صح. جنة سيبي العصير دلوقتي، سيبي يا حبيبي. احمد بياكل يا جماعه، وتوتا فاضل لها برتقالتين. برافو. هتاخد النوتيلا وجنة فاضل لها قد ايه؟ فاضل لها كتير، فاضلك ازيد من 10. يعني حاجتين. هتعاقب جنة، توتا هتعاقب جنة، وسيبي يا توتا. شكلك كده انت اللي هتكسبي، هتعاقبي جنة. انا هكسب. هتتحكم فيها يوم كامل، وهنجيب لكم التحكم وهنصور لكم اليوم. ايه ده ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ايوه وهتكسب برطمان نوتيلا. فاضل لها واحدة يا حبيبتي، يلا بسرعة بسرعة. خليك انت خايفة كده، مفيش تحدي بتكسبيه في حياتك؟ لا كسبت كذا مرة. شكل القشر ما شاء الله. عارفين مين اللي كسبان في التحدي ده كله؟ مين؟ انا، عشان عصرتولي البرتقال. لا على فكره ماما يا جماعه ساعدت احمد
ماشي وعشرت لي شوية برضو ما خلص. بس انا مش فاضيه ليه بقى؟ عشان بصوا انا قاعده بعمل ايه. اه يعني بساعدهم برضو. توتا يا جماعه خلصت، برافو عليكي، برافو عليكي يا توتا. توتا خلصت الغسله. توتا خلصت. جنى فضلها كتير برضو. اه جنى فضلها. وانا انا فرحانه يا جماعه جدا، انا اتحكم في جنى يوم كامل، باخد برطمان نوتيلا يعني ميته من كتر الفرحه. انا اللي كسبت. لو عجبكم يا جماعه فيديو النهارده ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان انزل لكم اي فيديو جديد هنعمله. باي باي. استنوا يا جماعه فيديوهات كتيره مني. باي.